مصر اليوم ومنوره مدينه العالمين، كلمينا عن حضورك. والله انا مدينه العالمين اول مره اجي وسعيده بيها قوي قوي، لان انا شايفه انها شيء عظيم وفاخر جدا، و يعني مش اقل من اي حاجه في العالم، من الاماكن الجميله والاماكن اللي هي ليها هتبقى ليها بصمه، فمبسوطه ان معمول فيها المهرجان. فكره كمان اقامه مهرجان في مدينه ساحليه، بتشوف ان دي ممكن بعد كده ننافس بيها بقى عالميا المهرجانات زي كانوا؟ لا يعني ما حاجه جميله قوي ان احنا نبقى هنا في مكان جميل ومدينه ساحليه حلوه وناس كلها بتحبها، بتحب قوي الساحل وكده، فشيء حلو انه يتعمل فيه المهرجان. دور حضرتك في البرنس من اكتر الادوار متهيالي اللي عملت كده صدى احنا كلنا مش قادرين ننساه لحد النهارده. يعني حاسه ان فكره الصلاة دي نفسها اتاخرت، او المفروض سلوى عثمان كانت تتحب كده اصلا من زمان؟ اتبسطت طبعا، لان انا اتفاجئت بالحكايه دي، يعني اتفاجئت ان انا عامله ترند ما كانتش حصلت معايا قبل كده، فكنت سعيده بيها جدا جدا، خصوصا الحاجه لما تحصل لك لاول مره بتفرحك قوي قوي، يعني مش حاجه انت معتاده عليها. فجاه كل الناس كانت قبل كده بتشكر في اعمالي والحاجات والشغل بتاعي، بس كان اول مره موضوع الترند ده كان يجي. الجزء الثاني من جعفر العمده بقى بيقول ايه؟ ده اخر سؤال. بصي لسه ما اعرفش حاجه عن الجزء الثاني، هل هيعملوه؟ يعني هم اتكلموا هيعملوه او مش هيعملوه، ده لسه شيء هم هيقرروه بقى. فيلم جديد لحضرتك بتحضري له، قلت لي تفاصيله ايه؟ انا بعمل نعمل افوكاتو دلوقتي، ما فيش فيلم لكن هو مسلسل 15 حلقه نعمل افوكاتو، وربنا يقدم فيه الخير، وفي مي عمر واحمد زاهر ومجموعه كبيره قوي، واخراج استاذ محمد سامي.